مسجدي حب وئام بخشوع القلب يسقى، مسجدي ركن وحسن وجلال. الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه في عنايته بإنشاء بيوت الرحمن لتكون منارة يشع منها نور الإيمان وراحة للركع السجود تتجلى فيها روح الأصالة والمعاصرة، في تصميم يعتمد الحداثة ويأخذ من روح الأصالة المستمدة من فنون العمارة الإسلامية والهندسة العمانية. وضمن منظومة جوامع السلطان قابوس المنتشرة في ولاية السلطنة، جامع السلطان قابوس بولاية البريمي، حيث تم افتتاحه يوم الجمعة الثامن من شهر رجب لسنة 1414 للهجرة، الموافق العاشر من ديسمبر 1993 للميلاد، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة حفظه الله. هو الجامع الذي افتتح في عام 1993، ومنذ ذلك التاريخ وهذا الجامع هو منبر لعقد الحلقات الذكر وإقامة الصلوات، وأيضا كذلك هذا الجامع أصبح منارة يعني علمية وفكرية إسلامية في هذه الولاية العريقة. وجامع السلطان قابوس بولاية البريمي يقوم برسالته الدينية، وخاصة فيما يتعلق أيضا بما يتعلق بالندوات والمحاضرات وإقامات حلقات الذكر. أيضا هناك أيضا حلقات تعليم القرآن الكريم وتدارس علومه، وهذا أيضا هناك أيضا حلقات لتجويد القرآن الكريم، وتقام فيه بشكل دوري كل أسبوع من يوم الاثنين. تبلغ مساحة قاعة الصلاة الرئيسية 1263 مترا مربعا، بما يتسع لعدد 2106 مصلين. يتميز هذا الجامع بألوانه المأخوذة من العمارة الإسلامية، وصراحة نحن نتكلم عن جامع السلطان قابوس، نتكلم عن هذا الصرح المعماري الإسلامي الكبير الذي أرسى قواعد صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله، والذي استنى سنة في إقامة الجوامع في حواضر المدن العمانية، وجزاه كل خير إن شاء الله. الله جزاه كل الخير عنا وعن المسلمين في هذه الأرض الطيبة. وفي المساء عند غروب الشمس تظهر فنون الإضاءة الجمالية للجامع، حيث يتلألأ لينير مركز ولاية البريمي. مسجدي حب وئام بخشوع القلب يسقى، مسجدي ركن وحسن وجلال، فاض صدقا فيه بالود اجتمعنا في نقاء نترقى.